أحلى تعطيرة حق الصيف أول شيء تبلشون فيه خمرية لافا من أساطير، حطها على أماكن النبض وأكيد شوي على حجابي لازم. راح أستخدم مبخر إغنايت أول شيء، راح نبطله من هني وبعدين أحط لفحمة وبعدين ضغطتين على الأون، بس يطفي الليت هني معناتها الفحمة جاهزة. راح أستخدم بخور موري سوبر من أساطير. يا سلام والله ريحته حلوة هذا، وأحلى مسك من قصة أسترا. فجير الحين بنعطيك بخور، قولي لنا شنو نوع البخور. أوكي، موري؟ لا، فيتنامي؟ صح. وحق اللي يحبون المعمول مناسبكم، عندكم معمول أثير ومعمول أجمل، راح أجرب معاكم معمول أثير. وهذا معمول أثير حلو حق البيت، حق دوانيات وحق المكاتب. وهذا المبخر الكشخة من بيكس تحصلونه في بوتيكي.